حملة عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. العقوبات طالت مؤسسات وأفراد، لكننا لم نتخيل أنها قد تشمل الحيوانات. نعم، الحيوانات، فقد يكون بعضنا ممنوعاً من تربية قط من سلالة روسية أو يعيش في روسيا. فإن كنت منتسباً في منظمة الفيدرالية العالمية للقطط، فلم يعد بإمكانك استيراد القطط من روسيا حتى نهاية شهر مايو. هذه المنظمة غير الحكومية لمحبي القطط أعلنت أيضاً عبر صفحاتها على مواقع التواصل أنها تمنع مشاركة أي قطط يربيها أشخاص يقيمون في روسيا في المعارض التي تجريها، بصرف النظر عن المنظمة التي يحمل هؤلاء عضويتها. في المقابل ستخصص جزءاً من ميزانيتها لدعم مربي القطط الأوكرانيين الذين يواجهون صعوبات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. بيان المنظمة أثار سخرية كثيرين واستغرب البعض، فبعد السياسيين والاقتصاد والإعلام والفن والرياضة، القطط في روسيا تحت طائلة العقوبات.